أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث مستمر عن مهرجان العالمين اللي بيواصل فعالياته الأسطورية الاستثنائية. هذا الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، ودلوقتي يعني نروح ناخد جرعة من البهجة والسعادة والأجواء الأسطورية اللي موجودة في العالمين. معنا على الهواء مباشرة الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. يا رامي مساء الخير عليك. مساء الخير هدير، مساء الخير على كل متابعي التاسعة. واحنا بنتكلم عن الحالة من البهجة والاستمتاع والإبهار. خلينا واحنا بنتكلم عن مهرجان العالم عالمين نضع مشهد كبير لأكثر من زاوية ومكون، والعنوان الكبير من خلاله هي حالة من التنوع، حالة من التنوع في الفعاليات. لو اتكلمنا عن فعاليات رياضية، فعاليات موسيقية، فنية، ثقافية مختلفة جدا، أدت لتجربة سياحية كبيرة. ولو اتكلمنا كمان عن التنوع مش بس في الفعاليات المختلفة، لا كمان في المواقع والأماكن الخاصة بمكونات مدينة العالمين الجديدة، ومن خلال استغلال كل الأماكن والمكونات وكمان العلامات الخاصة بها، سواء أبراج أو السواحل الشاطئية أو الممشى اللي أنا موجود فيه دلوقتي أو منطقة العالمين أرينا وغيرها. المكونات دي تم استخدامها بأكثر من فعالية. لو الكاميرا الآن تتحرك على يساري الآن، يمكن في الجهة الشمال هنلاقي منطقة العالمين أرينا، المنطقة اللي بتستعد بشكل كبير جدا سواء بالأجهزة الصوتية أو الإضاءة أو كمان اللمسات الأخيرة الخاصة بانطلاق عدد من الحفلات. كان بيها من قبل كده حفل الفنان تامر حسني، وبتستعد الفترة القادمة لحفل الفنان أحمد سعد، الفنانة نانسي عجرم، الفنان راغب علامة. زي ما احنا شايفين برضو دي منطقة العالمين أرينا اللي تم استغلالها لتكون موقع لأغلب الفعاليات الموسيقية والفنية والغنائية. كمان في أكتر من موقع. لو بنتكلم عن الممشى اللي أنا موجود فيه دلوقتي، وفي حالة من الحضور لكافة الأعمار والفئات المختلفة من الجمهور سواء المصريين أو غير المصريين. وكمان لو اتكلمنا عن شواطئ مدينة العالمين اللي شهدت خلال الأيام السابقة عدد من المنافسات والتحديات، بنتكلم عن تحدي الجيل الذهبي التيك بول، وكمان بتستعد الشواطئ دي لانطلاق عدد من المنافسات الرياضية والتحديات القادمة. لو بنتكلم عن منافسات البادل، بنتكلم كمان عن الكرة الشاطئية، البطولة العربية للجودو، والعديد من المنافسات الخاصة بشواطئ مدينة العالمين. أما عن السواحل ومياه مدينة العالمين، تم استغلالها ايضا في اكثر من فعاليه خلال الايام المقبله والاستعداد ليها. الجيت سكي، بنتكلم كمان عن الماراثون الثلاثي الاولمبي الترايثلون، كمان هيكون في عدد من الفعاليات. وكان في خلال الايام السابقه عروض مائيه لعدد من المراكب بمياه وسواحل مدينه العالمين. ده كمان عن المياه. حتى لو اتكلمنا عن سماء مدينه العالمين، لم تخلو من الانشطه والفعاليات. كان هناك عدد من العروض لطائرات الار سي المختلفة بكتابة كلمة مصر في سماء مدينة العالمين أو أعلام مصر وأيضا دولة الإمارات، والعديد بمشاركة من العديد من البلدان العربية. في كل موقع من المواقع دي تم استغلالها ليكون فيها فعالية مختلفة متنوعة، ثقافية، رياضية، ترفيهية، فنية بشكل كبير. وده اللي أدى لكمان حالة التنوع اللي انعكست على الحضور، حضور المواطنين والجمهور. ويمكن ده بيظهر بشكل كبير من خلفي الآن ومن خلال الممشى، وكمان المول اللي أمامه شاشات بيعرض عليها أغلب العروض الموسيقية والفعاليات اللي بتكون موجودة والحفلات. أدى لوجود حالة من الاختلاف والتنوع في الفئات والأعمار من الحضور. الأسرة المصرية بأكملها حاضرة باختلاف الأعمار، وكمان المصريين المقيمين بالخارج، وكمان بعض من الأشقاء العرب. هنشوف حالة من التنوع في كل شيء، سواء في أماكن إقامة الفعاليات أو الفعاليات نفسها أو كمان في الحضور من الجمهور. فبالتالي ممكن نقول أن مهرجان العالم عالمين بيشهد مشهد في حالة من التنوع في كل الفعاليات، أدت لحالة البهجة والاستمتاع والإبهار اللي احنا بنتكلم عنه، واللي انعكس على حضور المواطنين هنا في مدينة العالمين وتحديدا في الممشى اللي أنا موجود فيه لمدة 45 يوم. تجربة سياحية، ترفيهية، موسيقية، رياضية، فنية مختلفة من خلال بوابة كبيرة جدا، ونقدر نقول مشهد كبير من التنوع هو مهرجان العالم عالمين.
ده وصف المشهد بكل زواياه بكل مكوناته بالمواقع اللي أقيم عليها الفعاليات وسوف تقام عليها العديد من الفعاليات المقبلة. عودة إليك هدير. رامي محمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الصورة المبهجة من العالمين الجديدة من مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين في نسخته الأولى. الحقيقة اللي بيحصل في العالمين ده أجواء غير مسبوقة على كل المستويات، أجواء فيها الكثير من السعادة والمتعة للزائر اللي جاي العالمين، الناس اللي جاية أول مرة عندها حالة من الإبهار الشديد باللي بيحصل في مهرجان العالمين. الميزه كمان انه في دايما دلوقتي بقينا بنشوف بعد ما عدى اسبوعين تقريبا هو من المهرجان، يمكن لسه حتى ما كملناش الاسبوعين داخلين على الويكند اللي جايه، وحفلات الفنان راغب علامه والفنان نانسي عجرم والفنان احمد سعد، في حاله من الترقب للمفاجات. هو ايه اللي بيحصل في العالمين؟ طب هو ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي الناس بتسال بعض، وهتلاقي الناس اللي عايشه بره مصر بتتصل وبتسال هو ايه اللي بيحصل في العالمين. وهنا عبقريه فكره مهرجان العالمين الحقيقه في نسخته الاولى، فكرة غاية في الروعة، تحية للقائمين على هذه الفكرة وصناع هذه الفكرة، نتمنى أنها تستمر ونشوف نسخ أخرى ناجحة بعد هذه النسخة الأولى. هنستمر مع حضراتكم في متابعة كل فعاليات مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين.